عليكم. ومرة تانية احنا لما بنتكلم عن الانتماء وحب مصر والناس اللي بتعمل حاجات صغيرة كل واحد في مكانه، احنا مش بنتكلم كلام مثالي صدقوني، احنا بنتكلم حاجات عن قصص ناس بتعملها وناس بتعيشها بكل إمكانية أو بأي حاجة في إيديك أنت بتعرف تعمل حاجة لو بتحب بلدك. إحنا النهاردة قلنا بس نختم معاكم الحلقة بحالة كده من اللطافة والجمال والفن وكل حاجة. إحنا معانا اتنين من الشباب بس بيحبوا بلدهم وشاطرين في الموسيقى، فقرروا إنهم يعزفوا أو يعملوا مقطوعة موسيقية في واحدة من الأماكن المصرية الغنية بالجمال، دهب. وبسبب كده احنا النهارده وصلنا لهم وتواصلنا معاهم ونورونا في صباح الخير يا مصر، عشان نقول لكم انه كل واحد بيعمل حاجات حلوه باللي في ايديه وبامكانياته. احنا مشرفنا النهارده الموزع الموسيقي مينا وفيق. صباح الخير عليك يا مينا، نورنا. والملحن وعازف الكمان مارسيليو، صباح الخير عليك. اهلا بيك، صباح النور. بس انا يعني مش عايزه اخد من وقتكم، فمش عايزه ارغي خالص. انتوا عملتوا اغنيه او مقطوعه موسيقيه جميله جدا جدا في دهب، احكوا لي مين كان ورا الفكره، كنتوا عايزين تعملوا ايه؟ بصي، انا ومارسيليو بقالنا فتره يمكن مش كبيره قوي متعرفين على بعض، بس المزيكا دايما حاجه بتجمع بسرعه. فكنا قاعدين واتقابلنا في كذا ايفنت وكده، فابتدينا نلعب مع بعض واتقابلنا في الاستوديو وبنلعب مزيكا وكده. بعد كده جت الفكره انه احنا نعمل حاجه من ميوزك الكلاسيك بس نقدمها بطريقه مختلفه. فمارسيليو قال لي ليه ما نروحش مكان زي دهب ونصور فيه. فبصراحه رحنا وكانت يعني كان المنظر رهيب. بعد ما صورنا الفيديو لقينا ان في تعليقات من الناس انه الناس مش مصدقه انه المكان ده موجود في مصر. فاحنا لما صورنا بصراحه الفيديو طلع بشكل لطيف جدا، وكانت حاجه لطيفه يعني اتبسطنا بيه كمان. ده حقيقي، هو كان لطيف. واحنا عايزه اقول لكم كمان ان احنا سواء هنعرضه دلوقتي او بكره احنا نخلي الناس تشوفه لانه حلو وجميل وراقي. مارسيليو، يعني قبل ما اسالك، سمعونا جزء من المقطوعه الموسيقيه. مش قادرين نسميها غنوه، هي مقطوعه موسيقيه كلاسيكيه، مش كده؟ مفيش مشكله، تمام. الله الله الله، بجد حلو قوي قوي. وانا عارفه انه مينا انت بتغني، ما بتغنيش ليه؟ يعني ليه ساعات بتختاروا انه تلعبوا ميوزك بس من غير غنى؟ في اوقات كده بيبقى المزيكا ليها طعم مختلف شويه عن الغنى، بس ده لا يمنع ان الغنى برضو انا بحب ان انا اغني وكده. ما هتقول له مره تانية نغني، مش بس كلام. نعمل كده. مارسيليو، بقالك قد ايه بتعزف كمان؟ انا بعزف من 2004. يعني بقالي تقريبا 16 سنه لحد دلوقتي. ايه اللي يخلي الموسيقى حاجه منظمه وجاذبه وتعرف تعمل بيها بروجكت؟ يعني انا قادره اسمي الفكره اللطيفه اللي انتوا عملتوها، اعتقد ما كنتوش قاصدين، لكن هي طلعت حلوه قوي، تبقى جاذبه وجاذبه للسياحه، مش بس الناس تعجبها شطارتكم لكن تعجبها كمان حاجه تانية. هو بيسكلي التيم الكويس بيعمل دايما بروجكت كويس. انا عزفت مع ناس كتير، ومينا زي ما قال عندنا بقالنا فتره قليله جدا عارفين بعض، بس كان في كيمستري في العزف، وكان في يعني الاوتبوت بيكون حاجه كويسه جدا فعلا. وكلمنا صديقنا منير والفيديو جرافر اللي جه صور معانا. الموضوع كان فيري سمبل، بس يعني مع ذلك الحمد لله يعني كان الانبوت بتاعها حلو وعجب الناس جدا. فهو تيم يعني كويس بيطلع العمل كويس. بمناسبة البساطة، هي كانت سر النجاح غالبا في الغنوة. احنا كمان فكرنا ان احنا نعمل كذا فيديو في كذا حتة في مصر. يعني احنا مثلا كان نفسنا ان احنا نعمل فيديو عند الاهرامات، بس طبعا هو موضوع التصاريح صعب شوية. لا التصاريح بما انك هنا ممكن لو حد بس ما عشان كده يعني بقول بجد ممكن حد من وزارة الاثار النهارده يبقى شايفك فيقول لكم تعالوا يلا نشوف. احنا نفسنا نعمل كده جدا، احنا متعودين على كده في البرنامج. ده السبب اللي احنا عايزينكم تشرفوا يا جماعه، احنا عايزين نصور فيديو في الاهرامات. وانا هاجي معاكم. يعني نفسنا ده يحصل. هسمعونا ايه تاني؟ ممكن لعمر خيرت. يلا طبعا، يلا بينا. عمر خيرت يبقى تحدي لمينا. يلا، اللي فاتت انت كنت هتعيطنا اصلا. عمر خيرت واحد من فنانين مصر الكبار اللي امتعونا على مدار وقت كتير. فكره اعاده احياء الاعمال الكبيره، يعني انتوا قدمتوا لنا غنوه لداليدا، داليدا المطربه العالميه اللي من اصول مصريه، اللي قدمت لنا غنوه وطنيه احنا اصلا بقالنا سنين بنغنيها مش قادرين ننساها. فكره اعاده احياء القديم، هذا هدف كبير عندكم ولا انتوا كمان تحبوا تعملوا حاجات مخصوصه، خصوصا انه ملحنين وموزعين وحاجات جامده؟
لا هو بيكون سهل بصراحة إن إحنا نعمل يعني حاجة مخصوصة، بما إننا جايين في صباح الخير يا مصر وحابين نعمل أغاني تليق بالبرنامج. بس يعني هو ميرا ما شاء الله عليه، يعني هو عنده الثقافة بتاعته من قبل كده، والأغاني اللي بيعزفها بيقدر يعمل أي لون، وحتى لو عملنا حاجة قديمة بيقدر يعملها بشكل جديد، وممكن نعملها بشكل شبابي، نعملها بشكل كلاسيكي قديم. انا اصلا شغلي يعني بجد من غير مينا في حتة تانية خالص، ومزيكا هاوس وحفلات شبابية ومزيكا يعني كلها راس بجد. فهو هو بجد يعني ما شاء الله يعني شاطر جدا، ساعدته بعض في الحتة دي. انا عشان فاضل وقت قليل ونختم، مش عايزة ارغي، بس عايزة اقول ان ملاحظة اكيد الناس لاحظتها، واضح كده ان الموسيقى زي المسرح، انتوا بتدوا لبعض مساحات، نسلم بعض صح؟ اكيد طبعا، حسيتك النظرات.